كمان معانا خبر عن الخرسانة الخضراء، ده مشروع تخرج لطلاب كلية الهندسة بيستهدف استغلال المخلفات الصلبة في صناعة خرسانة صديقة للبيئة وموفرة اقتصاديا. المشروع بيتم العمل فيه من طلاب هندسة جامعة المنصورة وبيحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجه الدولة لرؤية مصر 2030. خلينا نعرف يعني إيه خرسانة خضراء، نستخدمها إزاي، إزاي تكون خرسانة أيضا صديقة للبيئة. على الهاتف معنا الطالب محمود المعداوي، ليدر مشروع تخرج الخرسانة الخضراء. أهلا بك يا محمود، بعد التحية خلينا نعرف تفاصيل مشروعك، يعني إيه خرسانة صديقة للبيئة؟ أهلا بك يا فندم، صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني إيه خرسانة يا صديقة للبيئة؟ إزاي نقدر نقول إن هي يعني لا تلوث البيئة؟ إزاي نقول إن هي فعلا نسبة الأمان فيها أعلى من باقي الحاجات التانية؟ هو حضرتك الخرسانة الخضراء دي عبارة عن إن إحنا بنقلل نسبة الأسمنت في الخرسانة بتاعتنا وبنحل مكانها بمواد ذات يعني ما تبقاش مخلفة صديقة للبيئة. أيوه. مثل زي بودرة السيراميك وبودرة الطوب واستخدام كسر الخرسانة وإعادة استخدامها مرة أخرى. أيوه. تمام. بنسبة معينة بس. يعني دي مواد صديقة للبيئة؟ بودرة السيراميك؟ لا، هي الفكرة كلها، هي الفكرة كلها يا فندم، احنا ازاي نرفع خصائص الخرسانة، ده أهم حاجة عندنا، وفي نفس الوقت إن احنا نستخدم المخلفات اللي هي ناتجة عن مصانع الطوب ومصانع السيراميك. ده كده بقى يعني مردود اقتصادي، إن أنا استغليت المخلفات. ده تجانب بيئي وده تجانب اقتصادي. طب الجانب البيئي ازاي؟ ما هو احنا طبعا زي ما انتم عارفين ان صناعه الاسمنت بتاثر بتطلع ثاني اكسيد الكربون بنسبه كبيره جدا في الهواء، وده بيؤدي الى ظاهره الاحتباس الحراري. وبناء عليه انت احنا بتتجنب هذا الامر من خلال استخدامك للحاجات الثانيه. بنقلل نسبه الاسمنت المستخدمه في الخرسانه بنسبه 20%، وبنعوضها بقى باحلالها بمواد اللي انا قلت لك عليها، بودره بادلت وبودره السيراميك وبودره الطوب. وفي نفس الوقت احنا ما بنستخدمش بقى الركام العادي اللي هو الرمل والزلط اللي هو اصلا يعتبر من المحاجر والكلام ده، لا، احنا بنعيد استخدام الخرسانه المخلفه من عمليه هدم البناء او اي مباني تم هدمها، وده اللي احنا عملناه في المعامل كليه الهندسه عندنا في جامعه المنصوره. طيب ده مشروع التخرج بتاعكم يا محمود زي ما انت بتقول في جامعه المنصوره. أيوة. التطبيق العملي، يعني ازاي اقدر ابتدي فعلا اعمل ده ويتحول المشروع من مشروع تخرج ان هو يعني يستخدم بشكل كبير، مش هقول يعمم طبعا لانه يعني يمكن صعب التعميم في البدايه، لكن مشروع يقدر من الناحيه التطبيقيه ازاي؟ احنا عملنا في المعمل عندنا جميع الاختبارات للخرسانه دي، بس هي قوتها طبعا ومدى استحمالها وكل ده اكيد. كل الاختبارات، من سواء الاختبارات اللي على الاسمنت او الاختبارات على الركام او الاختبارات على الخرسانه بعد ما خلصناها خالص، بس هي الفكره اللي عشان نطبقها على مستوى كبير لازم يبقى في يعني ضبط وكواليتي كنترول اعلى شويه، وده يعني صعب يتحقق بنسبة كبيرة في أرض الواقع يعني. ليه؟ دي الفكرة. دي الصعوبة الوحيدة اللي ممكن تقابلنا عشان تطبيق الموضوع ده بشكل يعني بمعنى آخر، ليه ما ينفعش يتم تطبيقه بشكل أكبر؟ لا، يقدر نقدر، بس لا، لازم يبقى فيه مراقبة وضبط جودة كبير في الموقع ذات نفسه، يعني لازم يكون العمال والمهندس المشرف عليهم بيتابعهم، لان هي عباره عن نسب معينه، ما ينفعش ان احنا نقل عن النسب ديت ولا نخلط الموضوع، يعني لازم نسب معينه. طب مين اللي المفروض تتوجهوا له بالمشروع ده يبتدي يطبقه، مصانع مثلا ولا ايه؟ هو احنا حضرتك احنا لسه تم اختيارنا الحمد لله، يعني احنا نمثل الكليه عندنا في المؤتمر بتاع المشروعات التخرج في كليه الهندسه يوم 21 يوليو باذن الله. أي. ممكن بقى حد يتبنى الفكره او حد
يناقش طب كويس، احنا ظهرناها اهو على الهواء معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، وان شاء الله تلاقي التطبيق المنتظر وتكتب كده براءه اختراع ليكو. انا بشكرك محمود المعداوي رئيس مشروع تخرج مجموعه الخرسانه الخضراء او تخرج الدراسه اللي بتهدف الى خرسانه صديقه للبيئه، وهو رئيس المجموعه اللي قدمت المشروع ده. شكرا لك يا محمود.